اليوم حصل اجتماع مهم بين نواب حاكم مصري في لبنان، ربما هذا بين هلالين لأنه سنستفيد من وجود الأستاذ حسن، وفي كلام نقل عن نواب الحاكم على ما يبدو خطير عمليا. يعني هذا النائب فراس حمدان يقول ما سمعناه فاجأنا، أنه ما كان عندهم علاقة بالقرارات الأساسية أو ربما كانت مناقضة لهم، وفي خطر أنه الدولار يقفز قفزات كبيرة إذا ما صار في حلول. شو معلوماتك حول الأمر؟ أنا الحقيقة كان يعني ما قدرت أتواصل مع نواب الحاكم، يعني ما صار في لأنه ما كنت عم تابع الملف، بس ثائبت أنه قدرت أحكي مع بعض النواب اللي شاركوا بالجلسة، وبعض النواب يعني كانوا عم يتصلوا ليسألوني عن بعض القضايا. الحقيقة ظلم كبير يعني للسياق اللي ماشي فيه الأمور المالية والنقدية والمصرفية، ظلم للواقع الحالي وظلم لنواب الحاكم المقاربة القائمة اليوم. اليوم مثل ما فهمت أنا على ذمة الرواة، اللي طرح فعلياً أنه نواب الحاكم قالوا نحن بدنا نغير المنصة، يعني نغير العقلية المقاربة اللي اليوم عم يتعاطوا فيها بسوق القطع، ونحن وعم نغيرها محتاجين لقانون يسمح لنا إذا بدنا نتدخل، يعني يطلع قانون مجلس النواب يبيح لنا التدخل. أوكي. طيب بالملموس هذا شو بيعني؟ بالملموس بيعني أنه نحن كبلد كدولة من قبل انفجار الأزمة 2019 وبعد انفجارها كانت كل الدولة مستقيلة كأنه مخصة عم تتفرجها. وأنا بحب أقول لك هون لحظة الانهيار كان عندنا 32 مليار دولار بجهازنا المصرفي الداخلي، كان عندنا 17 مليار دولار مع المصارف المراسلة. يعني هيدا بلد كان فيه حوالي 50 مليار دولار مستحيل ينهار لو ما في قرار بالانهيار. كبير كبير بالانهيار من برا، ولو ما في تواطؤ داخلي بالانهيار اللي حصل. طيب بغض النظر، واكبر دليل بهالثلاث سنين صرفنا شيء 20 30 مليار دولار، وما يعني اقتصاديا ما في حدا عقل يقبل انه نحن وبالانهيار السنه الماضيه بنشتري بنستورد ب 20 مليار دولار من ضمنهم مليار و450 مليون دولار سيارات جديده، يعني شيء ضد صحيح. ضد المنطق. طب يعني ليه حصل اليوم؟ ليه حصل اليوم؟ اللي حصل انه الاجراءات اللي كانت عم تتاخذ بهالسنتين، عم بحكي على المستوى النقدي والمالي والدولار، اكيد اجراءات فيها تجاوز للقانون كثير، وفيها تحمل مسؤوليات غلط او صح، هيدي قضيه ثانيه. ولكن اللي طرح اليوم انه نحن نعمل منصه جديده، هالمنصه الجديده معتمده على القانون، اكيد على القانون، ولكن هذه المنصه بتعني انه قادرين نتدخل او مش قادرين نتدخل. خلي الحريه لسعر الدولار، الحرية لسعر الدولار يعني ممكن يوصل ل 300 ألف، يعني أنه بيوصل لمستويات غير مسبوقة ما حدا بيقدر يتخيلها. بينما أكيد مش المطلوب نكفي كمان مخالفين للقانون، بس المطلوب نبلش من نقطة علاجية حقيقية. يعني اليوم اليوم فينا نعتبر أنه كان في كارثة بالاجتماع. أنا اللي فهمته بصراحة اللي فهمته أنه صار في أسئلة مباشرة، أنه أنتوا باثنين الشهر يعني بعد 31 تموز باثنين الشهر بس بلشوا هذه المنصة، طب شو بتقدروا سعر الدولار بيصير؟ كان الحكي نحن ما عنا تقدير لسعر الدولار، نحن عنا تقدير انه نحن بنشتغل وفق القانون، بمعنى انه ما بنتدخل بسوق القطع وخليه يهب الدولار قد ما يوصل. عمل رده الفعل هيدي اللي عملت هلا، هل هيدا كان مقصود كرمال يرجع يفتح ملفات جديده منها انه بمددوا للحاكم بيرجعوا بيعطوهم تشريع شو بيكون؟ نحن بحاجه فعليا نفهم اللي عم بفكر بالمنصه البديله لوين رايح. النقطه الثانيه اللي بحب لك اياها بس يعني بشكل سريع، بشكل معلومه، انه كمان اجى اشارات من برا بالاجتماع اللي صار بدبي انه المصارف المراسله كانها مستعده تكفي وفق هالاليه الجديده. انا اكثر شيء بخشى انه يكون في شيء قشره موز كبيره مترافقه مع التصعيد السياسي اللي عم نحكي عنه من البيان ومن التصعيد اللي قائم لانهيار ويرجع اقتصاد. لانهيار اكبر واكبر بهذا المشهد. طيب سؤال الاخير بالاقتصاد لانه بدنا نفتح الملفات مع استاذ رياض. حضرتك رغم العقوبات رحت على سويسرا ورحت على فرنسا، ويعني يعني فهمت انه كمان بسويسرا كان عندك لقاءات مهمه، وكمان عرفت عن قضيه حاكم مصري في لبنان. اليوم كان في محاكمه عمليا، استمعوا الى شهادته على ما يبدو قدم وثائق جديدة على ما فهمت. حضرتك تعرفه على تواصل معه، شو الجو بشكل سريع من عند الحاكم اليوم؟ شوف الجو عند معارضي الحاكم انه وضعه بالويل وكارثة. الجو من ميلته هو انه تقدم وثائق اليوم، وهيدي الوثائق اكثر وثائق اليوم تدحض هيدي المزاعم وبتاخذ على محل تاني. نحن اليوم اللي شفناه برا
يعني وانا اجتمعت بالمودعين برا وكنت عم اقول لهم انه في 100 طريقه الواحد ليطال المسؤولين بلبنان، بس اصعب طريقه يضمن عوده الودائع. اليوم هذه المقاربه بعد قائمه، كرمال هيك بعتقد انا كل السياق مش بمحله الطبيعي. يعني الحاكم مرتاح؟ هو هيك قال. قال لك؟ يعني صار في حديث مع المحيطين، من هذه الميله كانوا مرتاحين كثير للي حصل، ومن هذه الميله مرتاحين. ممكن يتبرأ؟ جو سويسرا شو بيقول؟ انا حكيت بموضوع سويسرا من الايام الاولى. انا قلت بسويسرا اللي حصل، وانت يعني بتتذكر استاذ سامي انه انا اول واحد حكى عن تحويلات ماليه، يعني صحيح. اول ما صحيح. ما حكيت عن تحويلات. انا عم اقول موضوع سويسرا اكبر واشمل بكثير من القضيه اللي اليوم فيها دخان لها. واذا هذه القضيه بدها تروح على محلات، ياما في ناس رح تنطال، وياما في ناس رح يتغير طريقه اطالتها.